السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما تشوفون هذه البسمجة الحلوة الجميلة، اليريو صغير، شوفوا الخط الأسود الأصلي، إن شاء الله بنسوي فيه جشيد. هذا ما يبغى شيء، بس نقطعه وبعدين بنعقه في التفوير، بسيط جدا، يتفور في الماء اللي حاطينه هناك عشان يسخن، بنفوره وبعدين بنراويكم ان شاء الله اذا حصلنا فرصه الحين. مثل ما تشوفون ها قطعناه بهالطريقه مع جلده. الحين اللهم شوي بنحط له كركم وبخليه لما الماء يفور ولما اجهز الشغلات الثانيه اللي بعدين بنسويها حق الحمسه. المصارين للمعلوم، مصارينه اللي عنده شير يحب يحطه تحت الشير، ترى ممتاز، سماد قوي ومعروف جدا يعني ممتاز، بس يحفر له جيدا عشان ما يكون ريحته يومي الماي ما يطلع يعني. الحين بس بنحط له هني هذا الكركم. الجلد لا تحاتون، من يفور راح يفصل بعدين بسهولة، بنطلعه وبنقطع بعد. هني ها مثل ما تشوفون ماي مفور، تحطون فيه اللي تبونه كمنكه، لان الحين بنزل السمك قطع السمك فبيطلع عن ريحه، ففي النهايه احنا بنرجع نطلع القطع وبناخذها ونفصل عنهم الجلد وبنثرهن، يعني بيكون سهلات نثرات مثل التونه وها. فغالبا هالماي اللي ياس يتفور انا محط فيه نجمه اليانسون وعرق قرفه وشمر شوي وايضا حبه ورقه غار، بس ممكن تحطون لاي شيء من بالنهايه اي شغله. المهم هاي الحين السمك اللي قطع محطوط لهم، ما محطوط شيء ابد، لا بهارات ولا شيء غير الكركم مغسولات، وهالكركمات دم ما شيء بسيط، هذا ينفصل الحين كله، لان المشكله ان ريحه الجلد هذا وايد قويه، لكن الكركم ان شاء الله بيمتصها. شوف هني ها بعد 7 دقائق او اقل ها بنشله من ماي، ما احتاج هذا، بس بقطع السمك وان شاء الله بنشلهم ونرجع نفصل الجلد عنهم بالشوكة، يسوون هالشي زين. و راح تشوف ايش قاعد يفصل زين، وبعدين نقطعهم وبرد نسوي لهم حمسة وبس. ها شيء لا ريحة ولا شيء، أنا ما أهتم في الماي، ها ما يهمني الروايح، بس اللي حطيت المنكهات عشان لا تسوي ريحة في المطبخ. أما ها الحين برد نسوي له حمسة ونضبط نقطع السمك. مثل ما تشوفون مرة نجيب هالطريقة، نوخر اليلد وبعدين بنفتته تفتيت، شوفوا لين ما يبغى له شيء، كلهم مسويين كذي تمام. الله شوف من بعد ما فصلنا شلينا عنه يلده ها سويناه، ممكن تفتتهم كذي بس مو بايد، مو محتاج لانه لين هو اصلا، الماي الفاير ما قصر وياه وما في اي ريحه، استوى مثل شروات التونه. الحين بنسوي له حمسة وبنحطه وياها ان شاء الله. الحمسة انا باه بصل وثوم وفي هناك بهارات بسيطة بعد، الليمون فلفل اي شيء طبعا. الحين ان شاء الله بنبتدي، هني حطيت سمن طبخ، وهني ثوم، ببتدي بالثوم انا لان ابشر ريحته، والمهروس على طول الحين بحمسه على طول، وبحط فوق الليمون عشان لا يطلع ريحه، صر على النار بس. مثل ما تشوفون على طول الثوم ها حطيت فوق الليمون، والحين بحط له شويه فلفل مبروش، بعدين بعق عليهم البصل عشان يتفاعلون، وبعدين نحط البهارات اللي نباها والسمك نقلبه فيهم شيء بسيط. السمك مستوي لا اذكر، بس عشان ياخذ نكهه الحمسه. طبعا اللي ما يبغى ثوم برايه
عشان كمية كبيرة لكن طعمها طيب والريحة نشيلها بإخفاءها بالليمون. ترى مثل ما تشوفون الحين البصل نزل، نبغى شوي بعد ياخذ وقته. النار مو بعالية الحمد لله، تاخذ راحتها، حتى لو زادت ما عندنا أي مشكلة لأن الجدر تيفال وإذا حدالة سهل نسيطر عليه. البهارات اللي بستخدمها، واستخدمنا الكركم ورد بعد بنرشها رشة بسيطة، هذا بزار مسوينه في وايد خلطات، هني ليمون يابس ورشة فلفل بسيطة، فلفل أسود، صماغ بعدين برد بحط عليه الحموضة، وفلفل مبروش خلاص حطينا، فهذا اللي بستخدمهم، وتحطوا اللي تبونه بعد. الحين حطينا البهارات فوقهم، والحين بعد شوي بدأ يذبل البصل وبنعك عليه السمت إن شاء الله، وبعدين آخر شيء ترى الصماغ عشان يعطي حموضة أيضا، ومثل ما قلت لكم أي شيء ممكن ترى تضيفونه. هاي الأكلة غالبا نسويها عيش أبيض، ياسين جهز الماي حق العيش الأبيض إن شاء الله. مثل ما تشوفون بعد حطينا له باربيكا، ولا تنسون الملح طبعا. زين خلاص هذا هو، الحين على نار عادية لما نقلنا العيش على النار العالية وبنخليه. بس هاي لو ما في كركم كان بيكون لونه أبيض في اللحم، بس أنا شوي الكركم فيه زاد فاستوتي، خفوا على الكركم بيكون لونه عادي. الحمد لله الريحة طيبة والطعم أيضا طيب. تشوف القطع الكبيرة تحاولون تقطع سرن صغار بالطريقة هاي، بحيث أن حتى هنا هذا هو الجشيد بالطريقة، يمكن طرق ثانية أكثر من شي بعد ما أدري، أنا على اللي عارفها هاي طريقتي يعني.